السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا متتبعي قناة أجنف ومواصح، اليوم قررنا إن شاء الله تعالى نتابع الرحلة ديالنا في عالم التحقيقات الجنائية لكي يتم القيام بها في مسرح الجريمة. هذا المكان اللي كيخبي واحد المجموعة من الأسرار والطلاسيم واللي ما يقدرش يستخرجها منه إلا ذاك الشخص اللي كيعرف كيفاش يحل الرموز والشفرة ديالو. لهذا عزيزتي عزيزي مشاهدي قناة أجنف ومواصح، إذا كانت هذه أول مرة اللي كتشرفنا وكتشوف في هذا الفيديو، فكنخبروك بلي قناتنا فيها فيديوهات مهمة كتهم التحقيقات الجنائية والطرق والوسائل اللي كتم بها. لهذا كنلتمسوا منك عزيزتي عزيزي باش تسجلوا في القناة وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وغادي تزاد افتخارنا بك الى قمتي بمشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك على جميع مستويات وسائل التواصل الاجتماعي. باش ما نطولوش عليك عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجنف ومواصح، يلا أجنف ومواصح. أجنف ومواصح. كل جريمة ترتكبت إلا وكنلقاو المحققين الجنائيين كيحاولوا يقلبوا ويفحصوا المسرح ديالها باش يلقاو دليل اللي على طريقه يقدروا ينسبوا الجريمة لشخص واحد أو مجموعة ديال الأشخاص. لكن أشنو هو المعنى ديال الدليل؟ وشنو هي أنواعه؟ وأشنو هي خصائصه؟ وفين كيمكن لنا نلقاوه؟ وكيفاش الطريقة اللي بها كنلقاوه؟ خلال هذه الحلقة غادي نحاولوا إن شاء الله تعالى نجاوبوا على بعض الأسئلة، أما الأسئلة الأخرى فغادي نجاوبوا عليها في الحلقات المستقبلية إن شاء الله تعالى. الدليل كيتم تعريفه على انه كل وسيله اللي من خلالها كيتم اثبات او دحض اي واقعه مزعومه واللي كيتم فحص حقيقتها في سياق الاجراءات القانونيه الاوليه. بهذا المعنى نقدر نقوله ايضا باللي الدليل هو كل حاجه كيتم قبولها في المحكمه واللي كتساعد في تاكيد او تكذيب واقعه معينه. والادله يمكن تكون شهاده الشهود، اشياء ماديه، وثائق، سجلات، بصمات الاصابع، الصور وما الى غير ذلك. والادله اللي كيتم تقديمها للمحكمه ملي كتكون مقنعه للغايه وكافيه لاثبات اي واقعه، فالنتيجه كتكون هي اقتناع المحكمه بها، وبالتالي كتكون الجريمة أو أي واقعة ثابتة في حق المعني. الإجراءات القانونية كتحمي المشتبه فيه من أي إدانة إلا بناء على الحالة اللي كيبان فيها دليل اللي كيتجاوز الشك المعقول لكل حقيقة اللي كتكون ضرورية ولازمة لتكوين أو تشكيل الجريمة اللي تنسبت له. كما أن جهة أو هيئة الإدعاء هي اللي كيتعين عليها تقديم أدلة كافية لإثبات أي عنصر من عناصر الجريمة، ونفس الجهة أيضا كيتعين عليها باش تقنع هيئة الدفاع بانعدام أي شك بخصوص ضلوع المعني في الجريمة، يعني الحقيقة باينة وواضحة بحال الشمس. والأدلة يمكن لنا نقسمها لأربعة ديال الأنواع اللي هي دليل الشهادة، دليل الإثبات أو دليل التوضيحي، الأدلة الظرفية، دليل المادي أو دليل الحقيقي. دليل الشهادة، هذا النوع من الأدلة هو اللي معروف بشكل كبير من بين الأنواع الأربعة، وهذا النوع من الأدلة كينتج عندنا من اللي كيروي أو كيوصف شي شاهد وقائع الجريمة حسب كشفها أو عاشها، والشهادة ديالو تقدر تكون كتهم أطوار الواقعة كلها أو جزء منها. فالشاهد كيروي أو كيوصف الشاف أو أشعاش، فيما المحقق كيروي أشدار الشاهد. وهذا النوع من الأدلة كيكون من أكثر الأنواع الأدلة اللي عندها طابع شخصي، الشيء اللي كيخلي شهادة الشهود عندها صبغة أو صفة ذاتية، ماشي بحال الأدلة المادية الموضوعية اللي معروفة على أنها ما كتأثرش وما كتشوهش بالعاطفة أو كتحيز الشخص ضد شخص آخر. دليل الإثبات أو الدليل التوضيحي، هذا النوع من الأدلة كيتستخدم بشكل أقل من طرف الشاهد العادي، زيادة على أنه في الوقت اللي كيتم استعماله من طرف المحقق الجنائي كتنظر ليه المحكمة بواحد النوع من الحذر، لأن الدليل اللي غادي يتعرض فيما بعد على أي هيئة خاصه يكون مدعوم بأدلة مادية، ماشي فقط مبني على مجموعة من الآراء أو النظريات اللي ما عندهاش أي أساس، وإلا غادي يتم اعتبار أي دليل ما عندوش هذه المقومات مجرد أدلة عندها صبغة أو طبيعة ذاتية. لكن في المقابل ما خصناش نخلطوا ما بين هذا النوع من الأدلة والنظريات اللي تقدر تكون طورتها النيابة العامة أو هيئة الدفاع، لأنه خلال تحضير القضية للمحاكمة تقدر النيابة العامة ومحامي الدفاع يقوموا بتطوير نظريات حول سبب وقوع الحادث وفي بعض الأحيان كيفية حدوثه. الدليل التوضيحي كيكون الغرض منه بالنسبة للمحقق الجنائي توضيح بعض الجوانب من القضية باش تكون الجهة أو الهيئة اللي غادي تعرض عليها القضية من بعد باينة لها بشكل واضح. من الأمثلة على الدليل التوضيحي اللي كيعتمدها المحقق الجنائي الرسومات اللي من خلالها كيشرح مثلا المسار ديال الرصاصه اللي استخدمت في الجريمه على سبيل المثال، او مثلا الطريقه اللي وصلت بها بقع الدم للملابس ديال المشتبه فيه. وهذا الدليل كيمكن نسميه ايضا بالدليل الارشادي، انما الشرط الوحيد اللي خاصو يتوفر في هذا النوع من الشروحات او التوضيحات هو انها خاصها تكون مدعومه بادله ماديه مقنعه.
الادله الظرفيه، كيكون هذا النوع من الادله في الوقت اللي ما كيكونش عندنا شي دليل واضح واللي من خلاله نقدروا نربطوا المشتبه فيه بالجريمه اللي كنحققوا فيها. فمن خلال الظروف العامه ديال الواقعه كاع الشكوك كتوجه لجهه شخص معين باللي هو الفاعل او متورط في الجريمه او على الاقل شارك فصل من فصول ارتكاب الجريمه. وهذا النوع كيكون من اعقد القضايا واللي صعيب تقام المحاكمه ديال اي واحد فيها، الدليل المادي او الدليل الحقيقي. من بين انواع الاربعه ديال الادله كنلقاو الدليل المادي اللي كيعتمد عليه اي واحد بشكل كبير اكثر من اعتماده على الادله الاخرى. نعطيو مثال، عندنا سيارات ارتكبت فيها جريمه قتل، المحقق الجنائي عثر على الجثه بوحدها، الابواب ديال السياره مفتوحه بشكل عادي يعني ما تعرضاتش لاي تكسير او اقتحام بالقوه، اذا المحقق غادي يقوم بالمعالجه ديال هاد السياره كمحاوله منه باش يلقى بصمات اللي من خلالها غادي يعرف شكون كان فيها مع الضحيه. خلال العمل ديالو كيلاحظ قنينه او قرعه بلاستيكيه ديال الماء في داخل السياره، اذا المعالجه ديال هاد القنينه غادي تكون مفيده في تحديد شكون اللي ربما ما دخل السيارة. اذا كل البصمات اللي غادي نستخرجوها من القنينة غادي تكون كتشير فقط الناس اللي مسات القنينة واللي ربما كان او ما كانش داخل السيارة. فالادلة المادية كتساعد في اثبات باللي الجريمة ارتكبت بالفعل او طفرات فيها العناصر الاساسية للجريمة او الحادث، كما ان الادلة المادية تقدر تكون مفيدة باش نوضعوا المشتبه فيه في مكان الحادث او نربطوه بالضحية. وفي نفس الوقت الادلة المادية غادي تساعدنا ايضا في التعرف على الاشخاص اللي عندهم ارتباط بالجريمة. وما نساوش ايضا للادله الماديه كتكون مفيده في تبرئات الابرياء وكيتم استخدامها باش نأيدوا افاده الضحيه او الشاهد. هذا هو السبب اللي كيخلي الادله الماديه كتكون عندها موثوقيه اكثر من الشهود على الجرائم، لان اقوال الشهود كيف شفنا من قبل كتكون اقوال ذاتيه او شخصيه ماشي بحال الادله الماديه اللي كتكون موضوعيه بشكل واضح وبين. وهذا هو السبب ايضا اللي كيخلي قرارات المحكمه كتميل بزاف للادله الماديه عوض اقوال والشهود خصوصا في المجال الجنائي. بالمناسبه عزيزتي عزيزي مشاهدي قناه اجل فهم واضح، الا ما سبق لك شو شفتي الحلقه اللي خصصناها للدليل في مسرح الجريمه والدور ديالو في حل اللغز ديالها، ففي هذه اللحظه غادي يظهر لك العنوان في اعلى الشاشه، ما عليك الا تضغط عليه وتطالع على الموضوع بشكل مفصل. خصائص الادله الماديه، يمكن يتميز الدليل المادي باصله وبخصوصيته. بشكل عام في هذا المجال يقدر يتم اجراء تحليل للدليل او مقارنات مخبريه. نعطيو مثال، خلال تحقيق جريمه قتل اكتشف المحقق واحد الخيط في مقعد سياره المشتبه فيه، وفي الوقت اللي تجرات فيه تحليلات ومقارنات اتضح بان الخيط اللي تكتشف في السياره كيشبه الخيط اللي مصنوع منه قميص الضحيه. هنا كنحصلوا على الطبيعه الذاتيه للدليل. ملي كيشيروا المحللين باللي الالياف اللي تم العثور عليها في سياره المشتبه فيه نتجت في الواقع من قميص الضحيه، اذا هنا عندنا جوج الانواع من خصائص الادله الماديه، اولا الخصائص النوعيه، ثانيا الخصائص الفرديه او التعريفيه. الخصائص النوعيه، من الخصائص او الصفات الاولى للدليل المادي هي الخاصيه النوعيه، وهذا هو المجال اللي كيشمل معظم الادله الماديه. فهذا النوع من الاثبات المادي ما يمكنش نربطوه الا بمجموعه او فئه معينه، كما ان الدليل يقدر يكون مشترك في عده عناصر. مثلا في موقف سيارات لقينا في بقعه فارغه قطع زاج مهرس، كما اننا ما اعترناش على اي سياره اللي الزاج ديالها مهرس في الموقف. هذه الحاله ما نقدروش نربطوا الزاج المهرس بفئه او نوع من اي زاج، انما التحليل المختبري هو اللي يقدر يكشف لينا على الصنف او النوع ديال الزاج اللي كيتستخدم في طراز او نوع من السيارات. وبدون هذه المعلومات ما يمكن ليناش باش نتبعوا الزاج ديال اي سياره، يعني ما يمكنش لينا نربطوا الزاج باي سياره. جميع الادله اللي كتكون موجوده في الحاله الاوليه ديالها وقبل ما تعرض لاي فحوصات او تحليلات كتندرج تحت هذه الخاصيه من الادله. المسدس اللي تلقى مثلا في منزل وغطاء الخرطوشه وبقع الدم وبصمات الاصبع على سبيل المثال في الحاله الاصليه لها، يعني ما تمش اي تغيير عليها، هذه كلها عناصر مشتركه في الخصائص النوعيه او الطبقيه للادله. على الرغم من ان معظم الادله تقدر توصف فقط بان عندها خصائص طبقيه، الا ان هذا في حد ذاته ما كيقللش من قيمه الدليل ويخليه عديم الكفاءه. فالانسجه او الالياف الموجوده على حوايج مشابه فيه تقدر تتوافق مع الياف لباس الضحيه، ويقدر يؤدي التقييم الجنائي للالياف الموجوده في ملابس المشابه فيه والضحيه للتشابه بيناتهم جوج، الشيء اللي غادي يؤدي في النهايه لتطوير ادله ظرفيه. وهذا السيناريو الى تم تقديمه للمحكمه بشكل صحيح فتقدر تربط او توجد العلاقه ما بين المشابه فيه والضحيه، وهذا غادي يخلي الكرة عند المحكمة أو الهيئة القضائية هي اللي كتبقى صاحبة الاختصاص بناء على الاقتناع
لاتصلت له. الخصائص الفردية أو التعريفية. الصفة أو الخاصية الثانية هي ديك اللي كتكون خاصة بالأدلة الفردية أو التعريفية. هذا النوع من الأدلة قدر تكون عنده علاقة بمصدر معين، مثلا المسدس أو أي سلاح تستعمل في جريمة. ملي كنجمعوه كنلقاو بلي عنده طراز أو صنف أو نوع ورقم تسلسلي بين، وغطاء الخرطوشة اللي تلقات منه كيكون مكتوب عليه حتى هو النوع أو الطراز أو العلامة اللي كتسمح لنا باش نحددو النوع ديالها. وبمجرد ما كيقوم الخبير بالأسلحة بتفحص غطاء الخرطوشة كيتمكن من ربط الظرف السلاح ناري محدد بناء على المعلومات التعريفية أو التشخيصية اللي كيحملها الظرف. تبادل الأثر أو مبدأ لوكار. باش ما نطولوش هاد الحلقة كنذكروك عزيزتي عزيزي مشاهدي قناة أجي نفهموها صح باللي في هاد اللحظة غادي يبان لك عنوان الفيديو اللي سبق وطرقنا فيه لهذا المبدأ، ما عليك إلا تضغط عليه وتطالع على الحلقة كاملة. أنواع الأدلة الفيزيائية. هاد الفئة من الأدلة المادية كنلقاوها كتضمن عدد ديال الأنواع اللي منها: الأدلة البيولوجية، الآثار، دليل بصمات الأصابع، الأدلة البالستية أو الأسلحة النارية، الآثار المطبوعة، الأدلة المستندية، الكمبيوتر يعني الدليل الرقمي، ثم دليل المخدرات. الأدلة البيولوجية، هذا النوع من الأدلة أصبح مفيد أكثر وأكثر خاصة مع استمرار تحسن تكنولوجيا معدات التحليل. في البداية ديال الثمانينيات كانت أدلة الحمض النووي يلاه بدات في مجال تطبيق القانون، كما أن كمية المواد اللي كتكون مطلوبة لأي عملية باش نحصلوا على ملف ADN تكون كبيرة بزاف. أما اليوم فكمية صغيرة أو قليلة من المواد كافية باش تمكننا باش نحصلوا على نفس النتيجة. وفي المستقبل القريب غادي تكون كمية أقل هي اللي مطلوبة باش نحصلوا على نفس ملف تعريف الحمض النووي الADN. واللي معروف هو أن هذا المجال هو اللي كيعرف تطور كبير في مجال تحليل الأدلة الجنائية. الآثار، كاينين اوقات يقدر المشتبه فيه ما يخليش فيها من وراه ادله الحمض النووي او بصمات الاصابع في مسرح الجريمه، ومع ذلك يقدر يخلي ادله اثريه. الاثار هي الادله اللي كتعتبر صغيره، وهي عموما اللي كتكون هشيشه بزاف من بين جميع الادله، وفي غالب الاحيان كيتم التغاضي عليها وتجاهلها، وهي من بين الادله اللي كيتم تفسيرها بشكل سيء. وهذا النوع من الادله كيتكون من الشعر والالياف والزاج والصباغه والتربه والبقايا ديال الطلقات الناريه، وهذه لائحه صغيره من الاثار المحتمله وتقدر تتضمن هذه اللائحة أي حاجة تقريبا. دليل بصمات الأصابع. دليل بصمات الأصابع هو واحد من أبسط الأدلة اللي هي متاحة حاليا واللي كنلتجئ لها باش نحددوا الهوية. وهذا النوع من الأدلة كيسمح لنا بالتعرف بشكل سريع على الفرد اللي كتنتمي ليه بصمات الأصابع. وهذا الدليل كينتج ملي كيلمس اللص أي حاجة تقريبا بحال النافذة ديال المنزل اللي دخل ليه منها على سبيل المثال. كاين عمليات كثيرة اللي كيتم استخدامها باش نحددوا البصمات اللي ما كتكونش باينة بالعين المجردة وكنتمكنوا من الاستعادة ديالها. كما أن هذا النوع من الأدلة كيبقى من أسرع الطرق اللي كتزود المحققين بهوية الفرد اللي ربما خلى البصمة ديالو بمسرح الجريمة. الحمض النووي كيستغرق في بعض الأحيان حوالي أسبوعين باش تكمل التحليلات، لكن عملية تحليل بصمة الأصابع ما كتطلبش سوى أقل من 30 دقيقة، ومع ذلك بعض الاختبارات تقدر تستغرق بزاف ديال السوايع أو ربما أعداد ديال الأيام في قواعد البيانات ديال أجهزة الكمبيوتر. أدلة بصمات الأصابع إلى تلقات أو تم العثور عليها فهي بحالها بحال جميع الأدلة الأخرى، ما كتشيرش لتطور ورط الشخص في الجريمة، إنما كيتعين على المحقق الجنائي باش يتبع جميع الخيوط اللي كيتوفر عليها باش يمكن ليه يحدد مشاركة المشابه فيه في الجريمة بشكل فعلي. لكن في المقابل كنلقاو بلي هاد النوع من الأدلة كيوفر لنا لائحة كتكون من شهود أخرين اللي كيعمل المحقق على إجراء مقابلات باش يعطيه أو يشرحوا ليه الظروف اللي خلات الآثار ديالهم تبقى بمسرح الجريمة. زيادة على هذا فهاد الدليل كيكون مهم في الوقت اللي المشابه فيه كينكر أي علاقة ليه بالجريمة أو تواجده بمسرح ديالها. الأدلة البالستية أو الأسلحة النارية، اللي هو واضح للجميع هو أن هذا النوع من الأدلة كيتعلق بالأسلحة النارية، وهو مناسب في الحالة اللي كنبغيو نربطو سلاح معين بحالات أو بأظرفة الخراطيش اللي لقينا في مسرح الجريمة. والتحليل ديال هذا النوع من الأدلة كيقوم به شخص اللي هو مختص واللي كنسميوه فاحص الأسلحة النارية لارميري، ومن خلال هذه الفحوصات كنتمكنوا من تحديد نوع السلاح اللي انطلقت منه الرصاصة، كما أنه كيمكن لنا أيضا باش نجريو حسابات من خلالها كنتعرفوا على المسافة اللي انطلقت منها الرصاصة والقدرات ديال السلاح اللي تم استخدام ديالو في الجريمة وعدد من الميزات الأخرى. الآثار المطبوعة أو المنطبعة، هذا النوع كيشمل أنواع وفئات مختلفة من الأدلة. والآثار المطبوعة كتشمل آثار الأحذية والإطارات والعلامات اللي كتخلفها بعض الأدوات ودليل بصمات الأصابع. فالمجرم اللي كيبغي يرتكب أي جريمة كيتوجب عليه أولا باش يوصل لمكان اللي حددو وفيه كينفذ الأعمال الإجرامية ديالو ومن بعد كيغادرو. إذا خلال النشاط اللي قام به هذا المجرم واللي داز من ثلاثة ديال المراحل اللي هي ما قبل وخلال وما
بعد ارتكاب الفعل ديالو كيخلي مجموعه ديال الاطار اللي كتطبع في مسرح الجريمه، وهاد الاطار كلها كتكون مفيده في عمليه تحديد ماشي غير افعال المجرم وانما حتى الضحيه. كاينين شي لحظات اللي كيتوجب على المجرم باش يستعمل فيها القوه للدخول للمكان اللي غادي يرتكب فيه الجرم ديالو، فهاد الخطوات غادي نسميوها حالات الظهور، لانه من خلال استعمال المجرم القوه باي وسيله باش يدخل لاي محل كيعطينا فرصه باش نحددوا نوع الاداه اللي استخدم، وفي نفس الوقت نقدروا نربطوا الاداه اللي استعمل بالاطار اللي اكتشفناه في مسرح الجريمه. بهكا كنقدروا نقولوا بلي المجرم من خلال استعماله للقوه ظهر او بين لنا راسه. في الكثير من الحالات كيلمس الجاني بعض الاشياء من مسرح الجريمه، وبهكا كتكون عندنا احتماليه نكتشفوا بصمات الاصابع ديالو، وربما تقدر تكون بعض اللحظات اللي يقدر يتم التغاضي على هذا النوع من الادله بشكل واضح. ملي كيستخدم الجاني القوه باش يقتحم اي محل ففي الغالب كيستعمل بعض الادوات اللي كتخلي علامات او طبعات على السطح خلال المحاوله ديال الاقتحام. ملي كيمشي الجاني للمكان فاش غادي يرتكب الفعل ديالو وكيقوم بالجرم فيه ثم كيغادروا، فبشكل عام كيتحرك على رجليه، الشيء اللي غادي يتسبب في واحد الاتصال ما بين الحذاء ديالو مع السطح مسرح الجريمه، وهذا اللي كينتج عليه طبع بعض العلامات من الحذاء على هذا السطح. اذا في هذه الحاله كنكونوا حصلنا على بعض الخصائص ديال نعل الجاني. ايضا ملي كيسوق الجاني سيارته كيتطبعوا او كيترسموا الاطال ديال عجلاتها على طول الطريق اللي سلكتها السياره، لكن الى حنا كنا كمحققين جنائيين قمنا بالتحليل المناسب والعقلاني لهذا الاطال اللي اكتشفنا، غادي نقدروا نحددوا الطبعات ديال الاحذيه والاطارات، ونقدروا ايضا نقارنوها باحذيه او اطارات مشكوك في الامر ديالها. كاينين ايضا بعض الاعتداءات اللي كيقوم فيها مجرم بعض الضحيه ديالو، الشيء اللي كيخلي الاثر ديال العضه مطبوعه على الضحيه. اي شخص متدرب كيمكن باش يفحص هذا النوع من الاثار او العلامات ويقارنها مع الاثار اللي كناخذوها من عند المشتبه فيه في الحاله اللي كيكون معروف. الادله المستنديه، صبحت ظاهرة سرقة الهوية منتشرة بزاف في العقود الأخيرة، بحيث أن الجنات كيستخدموا وثائق الشخص باش ينتحلوا الصفة ديالو، ومن بين الأفعال الأخرى اللي كيستعملوها الجنات تزوير المستندات المصرفية والوثائق المالية وعدد من المستندات الأخرى. فاكتشاف البصمة ديال الأصبع اللي تبقات على الوثيقة المشكوك في أمرها كيبقى دليل حيوي، وغالبا ما كيتم استخدام هذا النوع من الأدلة في جرائم سرقة الهوية والتزوير وأنواع أخرى من الجرائم المماثلة. بخصوص ظاهرة سرقة الهوية واللي هي مهمة بشكل كبير، قررنا باش غادي نخصصوا لها حلقة أو أكثر إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب. الكمبيوتر أو الدليل الرقمي، مع استمرار تطور وتحسن تكنولوجيا الكمبيوتر أصبح العالم كيعرف زيادة في الجرائم اللي عندها علاقة بالكمبيوتر، فهذه الأجهزة أصبحت كتستخدم صناعة النقود المزيفة وتقريبا كل المستندات الأخرى، كما أصبحت هذه الأجهزة أيضا كتستخدم لتخزين الصور الإباحية وخصوصا ديك اللي كتعلق بالأطفال. زيادة على هذا، فالتقنية اليوم أصبح بالإمكان ديالها تخلي أي مجرم عنده ولو معرفة قليلة بالمعلومات باش يوصل الملفات اللي كنخزنوها بالأجهزة ديالنا. وملي كنقولوا الأجهزة كنقصدوا الحواسيب والهواتف النقال واللوحات الإلكترونية الطابلت، وكل جهاز كنربطوه بالشبكة العنكبوتية. ومن جهة أخرى فأغلب المجرمين كيستغلوا منصات التواصل الاجتماعي باش يكونوا علاقات مع الضحايا اللي كيجهلوا خطورة التواجد ديالهم على الإنترنت بدون حماية إلكترونية، الشيء اللي كيعرضهم لسرقة المعلومات الشخصية لهم. بالمناسبة أختي أخي مشاهدي قناة أجن فهم واضح، إذا ما سبق ليك وشاهدت الفيديو اللي كيتكلم عن الجريمة الإلكترونية ففي هذه اللحظة غادي يبان لك الرابط على الشاشة، ما عليك إلا تضغط عليه وتطلع على الموضوع بكل التفاصيل. دليل المخدرات، كتشمل هذه الفئه من الادله مجموعه واسعه من انواع الادله بما في ذلك العقاقير المصنعه والادويه القانونيه واللي كتستخدم الاغراض ماشي مشروعه. بالوصول ديالنا لهذا الجزء من الفيديو عزيزاتي اعزائي متتبعي قناه اجل فواصح، غادي نكونوا تعرفنا بشكل بسيط على الدليل المادي والانواع والخصائص ديالو، ولكن كنخبركم بالله هذه مجرد مقدمه بسيطه، وفي المقابل باش تشجعونا اكثر على اننا نكملوا معكم طريقنا اللي كنلتمسوا منكم هو التسجيل في القناه، لان عمليه التسجيل ديال كل واحد فيكم كنفسروها على انها تعبير منكم على الرغبه ديالكم في التعرف على المزيد والمزيد من خبايا وخفايا عالم التحقيقات الجنائيه، كما اننا كنخبروا اي واحد منكم باللي كل ما لاحظنا تزايد عدد المشتركين في قناه اجل فهم واضح الا وكيتفرض عنا نلتزموا اكثر بالوعد اللي قطعنا على انفسنا واللي كيتمثل في تعميق البحث واعداد المواضيع اللي كنحاولوا نقدموها لكم بشكل ميسر ومبسط، لان الهدف ديالنا والغرض ديالنا هو المعلومه توصل لاكبر شريحه من المواطنين المغاربه. وحتى نتلاقاو في فيديو اخر ومعلومات اخرى في القناه ديالكم، غادي نقول لكل واحد منكم اجل فهم واضح. سلام.